يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الأموات يعلمون بعض أخبار أهليهم؟ فقد قرأت ذلك في كتاب التذكرة وأورد آثارا كثيرة في ذلك. نعم، قد يعلمون بأعمال أقاربهم أو ينكرونها، أو وهذا يكون في الرؤيا إذا اجتمعوا مع أرواح الأحياء يحصل شيء من هذا من الأموات في الرؤى، حينما يرى النائم الميت يتحدث معه والميت يوصيه بشيء، هذا الشيء يحصل والله أعلم. نعم.